هو انا بس يمكن مركز مع حضرتك في مساله المدارس والمستشفيات، لان هي الناس كلها بتسال سؤال واحد، هي الخطه دي او خطه استهداف المستشفيات والمدارس جايه منين؟ هل نجحت اسرائيل في من خلال خطتها دي الغير مفهومه لحد دلوقتي، سواء بقى بادعاءاتها ان هي فيها مراكز لتخزين الاسلحه من حركه حماس او غيره، كلها يعني ادعاءات لم تثبت صحتها حتى الان، وحتى وان ثبت صحتها فلا يجب ابدا استهداف مرضى واطفال في العنايات المركزه، لكن هل نجحت اسرائيل او الاحتلال الاسرائيلي في خطته حتى الان؟ لم تنجح. هو خطط، يعني هو حدد هدف امني وهدف سياسي وعسكري ولكن لم ينجح، ولكن هو لا يريد ان يخرج من هذه المعركه مقصورا امام الضغط الشارع الاسرائيلي، وامام ضغط بعض الوزراء الذين يطلبون من نتنياهو بالاستقاله او بالنزول عن منصبه. موضوع المستشفيات وخاصه يعني عندما يامر الجيش السكان بالاتجاه الى الجنوب، اليوم وامس هناك شهداء، يعني نسبه ما يزيد عن 50% من الشهداء كانوا من الوسطى والجنوب ورفح، يعني ما فيش القوافل الناس اللي كانت بتهاجر او تنزح من مناطق الشمال والجنوب وعفوا وغزه الى الجنوب كانوا الرصاص، الان مئات الجثث في الشوارع لا يستطيع احد ان يقترب منها. هناك يعني اساليب يستخدمها الجيش الاسرائيلي ضد النازحين، اساليب قمعيه، اساليب يعني لا يصدق ما يشاهد يعني